استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي يزور مملكة البحرين حاليا للمشاركة في أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى مملكة البحرين، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع الصحي في البحرين. وأشاد سموه بما يبذله الدكتور تيدروس أدهانوم ومنظمة الصحة العالمية من جهود في دعم ومساندة خطط الدول الإنمائية والصحية، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على المساهمة بإيجابية في كل جهد دولي غايته الارتقاء بصحة الإنسان في كل مكان. ونوه سموه بالرسالة الإنسانية النبيلة لمنظمة الصحة العالمية في بناء عالم خال من الأمراض والأوبئة، مشددا سموه على أهمية دعم المجتمع الدولي للمنظمة بالشكل الذي يعزز من خطوات الدول على طريق التنمية المستدامة. وأكد سموه أن مملكة البحرين حريصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الصحة، وأنها تعمل وفق خطط طموحة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، واستطاعت أن تحقق خطوات رائدة على صعيد توفير خدمات صحية ذات جودة عالية. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اهتمام البحرين بتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال الزيادة المستمرة في معدلات الإنفاق على هذا القطاع عبر التوسع في إقامة المنشآت الصحية الحديثة التي تقدم أرقى الخدمات وبناء قدرات طبية وبشرية مؤهلة بأحدث الأساليب العلمية المعمول بها دولياً. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وقال إنه لشرف عظيم أن أحظى بمقابلة سموكم، وأشكر لكم قيادتكم ودعمكم لجهود مملكة البحرين في القطاع الصحي، فالبحرين أصبحت من النماذج الناجحة في هذا المجال، وإننا نود في منظمة الصحة العالمية أن ننقل تجاربكم المتميزة لتستفيد منها الدول الأخرى. وأشاد بما تبديه مملكة البحرين من حرص على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في كل ما يدعم جهود تعزيز الصحة عالميا، مؤكدا أن تجربة البحرين الرائدة في تحقيق أعلى مؤشرات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين هي تجربة مشهودة وتستحق الثناء. وشدد على الحاجة الماسة إلى تنظيم المزيد من المؤتمرات التي تناقش قضايا الصحة، لأنها تزيد من وعي الجيل الجديد بأهمية مواجهة التحديات الصحية، مشيدا بما تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام ومتابعة لكل تطور في المجال الصحي.